احمد راضي. موطني الجلال والجمال والسماء والبهاء في نبال. سعد عبد الحميد احمد راضي يضرب الجول. الهدف القاتل في الدقيقة 44 و55 ثانية. احمد الملعب باسل يعدي باسل جات اليمين عاري حبيب عدي حبيب وكرة عكسية قدام حلوة براسه لكن هدف احمد راضي على قطر كاس الخليج 88 تغلبنا عليهم 3-0. كان منتخبنا يحقق هذه النتائج الكبيره على الفرق الخليجيه. شلون شاهدت هذا الهدف؟ تحدث لنا من الناحيه الفنيه. طبعا اكيد يعني تحياتنا لكل نجومنا الكبار خاصه في فتره الثمانينيات. يعني البدايه الكابتن باسل جورجيس في اجتياز لاعبين بعدين مناوله للجانب الرؤيه الواسعه للكابتن حبيب جعفر. تحياتنا للكابتن حبيب جعفر اللي تشرفت ان زاملته في نادي الطلبه. بالرؤيه الكابتن حبيب جعفر برغم عدم وجود اكثر من مهاجم داخل منطقه الجزاء كان يعني المناوله الطويله والباص بشكل شخصي للكابتن احمد راضي اللي انتقل للزاويه البعيده وكانت الرؤيه واضحه والارتقاء مع النظر بشكل واسع على المرمى وعدم غمض يعني العين. يعني هاي من صفات النادره. شلون تتوقع الكره راح تجي وانت شاهدت حارس المرمى اندهش يعني ما متوقع الراسيه؟ اكيد طبعا الانسجام العالي بين هذه المجموعه اللي خاضت كثير من المباريات والحس التهديفي العالي للكابتن احمد راضي اللي عند ما ارسل الكره بضربه راس يعني الحارس اندهش ويعني اي رده فعل ما كان حتى المعلق يعني تفاجأ بالهدف. أسألك سؤال صريح كابتن مو من باب الانتقاص من نجومنا الحاليين، عندنا نجم بإمكانية حبيب أو باسل جورجيس أو أحمد راضي؟ بصراحة لا. هذه الجملة التكتيكية الرائعة لا تقول لي ما متمرنين عليها. لا طبعا أكيد جملة تكتيكية. يعني الكابتن باسل انا تحدثت قبل قليل اجتاز لاعبين مفكر يسدد على المرمى بينما هو كان يعني الطريق سالك للتسديد فاختار ان يرسل الكره للجانب الكابتن حبيب جعفر والكابتن حبيب جعفر ارسلها عرضها لاحمد راضي بارتقاء مميز وممتاز وبنظره ثاقبه للمرمى يعني حتى الذهول اصاب الجميع صراحه. ما عندنا لاعب بامكانيه واحد من ذول الثلاثه حسب رايك صراحه؟ مع احترامي للجميع لا. نتمنى يظهرون نجوم اخرين يذكرون يعني بصراحه انا اتكلم من يعني كلام مو عاطفي كلام الواقع. يعني من زمان الكابتن حبيب جعفر في نادي الطلبه لاكثر من 5 مواسم يعني شاهدت اشياء وتعلمت اشياء كثيره من الكابتن حبيب جعفر. نعم يعني يعني امور ممتازه مميزه قله ما تجدها في اللاعبين. الرجل عباره عن موهبه وهاي الموهبه استقلت بالتدريب فعلا بالتدريب والالتزام يعني في كثير من الامور. فعلا اكو تصريح لك طبعا اعتقد تقول احمد راضي افضل لاعب في تاريخ الكره العراقيه. اي بالضبط تمام. هذا لو غلطان اكيد اكيد فاجاتك بيه مو؟ بالضبط صحيح. انا يعني شنو اللي بنيت عليه هذا الموضوع الاسس اللي اعتمدتها يعني هو نجم الرجل نجم كبير مع احترامي لبقيه يعني النجوم يعني احنا يعني ما نبخس حق النجوم الكبار مثل الكابتن فلاح حسن او الكابتن حسين سعيد او علاء كاظم او يونس محمود حتى المدافعين عدنان درجال حتى المدافعين لاعبي الوسط لكن احمد راضي يعني طفره نوعيه في المهاجمين من حيث المستوى ومن حيث التدرج في الفئات العمريه وصولا الى العالميه. يعني اللاعب الوحيد اللي سجل في كاس العالم وهذا فد انجاز فريد من نوعه للكره العراقيه وافضل لاعب في اسيا فعلا افضل لاعب في اسيا كثير من الامور يعني بعيدا عن العقود الخارجيه اللي كانت تاتي من افضل الانديه العالميه وخاصه النادي انترناشونال المكسيكي كان في حينها بطل كوبا امريكا. لهالدرجه تحب احمد راضي؟ طبعا اكيد حياتي الكابتن هو سته طبعا محبوب الجماهير الرياضيه.